خلينا نتكلم عن الانفصال. الانفصال في حد ذاته بتبقى تجربة صعبة ومؤلمة جدا، مش بس الحياة للزوجين أو للطرفين، لا هو بتبقى كمان التأثير الأكبر بيقع على الأطفال، لأن هم بيبقوا حاسين بعدم أمان، بعدم استقرار، وإن هم ساعات بيلوموا نفسهم إن هم ممكن يكونوا سبب من أسباب الانفصال ده. طيب إزاي أقدر أتعامل مع الأولاد أو الأطفال أو ولادي بعد ما يحصل انفصال ما بين الزوج وما بين الزوجة؟ لأن للأسف 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 بنلاقي حرب شرسة جدا بعد الانفصال ما بين الزوج والزوجة. أحافظ إزاي على استقرارهم النفسي؟ ده اللي هعرفه من ضيفتي اللي منوراني النهاردة، دكتور رشا جنينة، طبيب ومعالج نفسي. يا دكتور رشا، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، منورانا في هو هون. مرسي. يعني زي ما أنا كنت بقول كده، أن للأسف أنه بعد الانفصال الزوجة ممكن أو الأم يعني بتعيش حياتها وممكن ترتبط، والأب كذلك بيعيش حياته ممكن يرتبط. المشكلة الكبرى بتقع على عاتق الأولاد الأطفال. إزاي أقدر أن أنا بعد الانفصال هيئهم نفسيا انه لا ده عادي وان ده ممكن يحصل ما بين اي اتنين؟ فخلينا نعرف من حضرتك ونستغل بقى وجود حضرتك معنا النهاردة. طيب بصي، هو مبدئيا كده لازم الام والاب يكونوا فاهمين ان الاستقرار النفسي والامان النفسي والتشكيل النفسي لاطفالهم مسؤوليتهم. يعني استقرار الاطفال النفسي من استقرار الام والاب. صح. هم الاطفال في مرحلة تشكيلهم وتكوينهم في البداية كل حاجة بيبقوا مراية للأهل. يعني اللي انت بتديه لهم هو ده اللي هم بيفهموه، بيشوفوا عن نفسهم، بيعرفوا نفسهم بيه. فهو مهم قوي قوي ان الأب والأم يكونوا عارفين ان علاقتهم الزوجية حاجة، وعلاقتهم كأب وأم بأولادهم حاجة تانية. حاجة خالص. تانية خالص. طبعا طبعا. طيب تأهيل الأطفال بيحصل ازاي؟ مبدئيا كده هو عشان يوصل زوج وزوجة لمرحلة الطلاق، فانت عندك اوريدي في مشاكل طول الوقت في البيت. في خصام، في زعيق، في تراشق لفظي، احيانا بيكون في تعدي بالدار للاسف. الاب سايب البيت شويه، الام حابسه نفسها في اوضتها طول ما الاب في البيت. يعني في الاخر المنظومه الطبيعيه للطفل المفروض انه يكون عايش فيها مش عايش هي فيه. مش طبيعيه. صح. بالنسبه له مش طبيعيه، وده بالنسبه له ملحوظ. يعني كمان الطفل شايف ده وملاحظه. فالطفل بيبقى عادة جزء من المشكلة، شريك في اللي حاصل ده. ما هو عشان كده بقى الطفل، يعني مثلا بنشوف ساعات أم مثلا تقعد تتخانق مع زوجها المصاريف وانت مش جايب للولاد حاجة وما بتعملش والولاد محتاجين واواوا. طيب الولاد في الوقت ده بيحسوا ان هم السبب في ان الأم والأب ينفصلوا. ازاي ان انا افهمهم او اقنعهم او اوصل لهم المعلومة بشكل لطيف انه حبايبي لا، انتوا ملكوش دعوة، انتوا ملكوش ذنب؟ لان بشوف اطفال كتير بيقعدوا يلوموا يلوموا يلوموا، وقدام عيني والله يا دكتور شفت ان مره طفل قال لبابا، قال له انا مش عايز حاجه، يعني الولد يا حبيبي نفسيا كان اللي هو انا مش عايز اي حاجه، بس اللي هو ما تتخانقش انت وماما، او يعني هما بعد ما انفصلوا يعني. فازاي اوصل لهم احساسي او اقنعهم انتوا مالكوش دعوه، انتوا مش السبب خالص في الموضوع؟ طيب ده بصي، هو احنا قبل ما ناخد مرحله يعني خطوه الانفصال احنا خلاص بنكون متفقين. في الوقت ده احنا لازم نشرك الاطفال معانا في الخطوه اللي احنا بناخدها دي. الاطفال حتى لو سن صغير يا دكتور؟ ما هو كل واحد بتتكلمي بعمق المشكله حسب سنه. لكن في جميع الاحوال احنا ما ينفعش نعمل اندر استيميشن او نقلل من تقديرنا لذكائهم واستقبالهم ومشاعرهم. والاطفال دلوقتي ما بقوش اطفال الصراحه، صراحه يعني الاجيال دلوقتي ترحلت 10-15 سنه. حقيقي. فهو فاهم ان في حاجه مش طبيعيه، وبما انه كان شاهد على الاحداث اللي احنا لسه كنا بنقولها من شويه، فالطفل ده عنده وعي وفاهم ان في مشكله. المفروض ان انا بجيب الاطفال دول لما بناخد قرار الخطوه وبنبدا نشرح لهم نفهمهم ان في مشكله بينا، احنا مش مبسوطين، واحنا انا كماما وبابا بقى والمفروض ان الاثنين بيكونوا قاعدين يقولوا الكلام ده للاطفال، فيقولوا لهم ويفهمهم ان احنا مش مبسوطين في الحياه مع بعض، واحنا فعليا مش قادرين نتواجد معاكوا بشكل كامل نتيجه المشاكل والخلافات اللي موجوده بينا، وبالتالي احنا اخترنا ان احنا ننفصل كأب وأم ومنعيش مع بعض في نفس البيت ده. كل واحد فينا هيعيش في بيت، بس هنفضل إحنا مامتكو، هنفضل أنا باباكو، هتفضل علاقتنا بيكو موجودة، بدل ما كان عندكو بيت واحد هيبقوا بيتين، تباتوا معانا مع ماما وقت ما انتوا عايزين، مع بابا وقت ما انتوا عايزين، أنا موجود دايما، هي موجودة دايما. أنا بتكلم على المفروض في المدينة الفاضلة. دكتور رشا بتتكلم في المدينة الفاضلة يا جماعة. أنا بتكلم على في محاكم أسرة وفي بهدلة وفي مرمطة. شغلي في الطب النفسي، فخليني أقولك إنه نسبة كبيرة جدا قد تصل ل 80% من زوار العيادات ضحايا اهالي. فما ينفعش
اقول دي مدينه فاضله، دي الاصول اللي المفروض اتعامل بيها. ده الطبيعي دي الاصول. انت عارفه احنا اول ما بنتولد ما بنكونش عارفين ان احنا انسان. لحد سن سنه ونص سنتين انا عارف ان عندي ايد عندي رجل عندي مش عارف ايه، ببتدي استكشف. كل طبعا اب وام لازم يكونوا فاهمينه لانه عشان يقدروا يفهموا ايه حجم المسؤوليه في قرار اني هتجوز واخلف. صح، انا مش هتجوز واخلف عشان انا عايش مبسوط، انا هجيب روح انا مسؤوله عنها وهتسائل عنها على فكره. فالطفل لحد سن سنة ونص سنتين هو مش عارف ان هو كائن اسمه انسان. لما بيبدأ يتعرف على نفسه، دي هتشوفيها في الاطفال سن صغير قوي بيقف قدام المرايه بيتفاجئ انه بني ادم، يستكشف كمان إيه نفسه. أيوة انا حته واحده، ده انا كائن، وبيبدأ يفهم الكائن ده مين، يستحق ايه في الحياه، يستحق يتحب ولا ما يتحبش، هو كويس ولا هو وحش، هو حلو ولا لا، هو شكله ايه في الحياه، الدنيا مستقبلاه ازاي في عيون مامته وباباه. طيب فاحنا مسؤولين عن ده، احنا مسؤولين عن التكوين النفسي من الاول. هو انت حضرتك بتتكلمي على الطريقه الطبيعيه او الطريقه مش الطبقه الصحيحه اللي بتحصل ما بين اي اتنين منفصلين ولو عندهم اطفال. طبعا عارفه لو هما ما عندهمش اطفال خلاص كل واحد يروح في حاله يعني. طبعا طيب بشوف برضو ما اعرفش هو ده صح ولا غلط، ان الاتنين مثلا بعد ما الام والاب ينفصلوا بعد شويه طبيعي ان بيحصل مشاكل، ده طبيعي ما بين الزوج او الام والاب لما بيبقوا انفصلوا خلاص. بشوف ان الاب بياخد الاطفال ويقعد ايه، مامتكم سايباكم، مامتكم ما بتعملكوش، ومامتكم رمياكم و و و ومش عارفه ايه. طيب على الجانب الاخر الام، باباكم ما بيصرفش وباباكم ما بيشوفكوش وباباكم شوف بيعمل ايه و ده طبعا غلط، غلط تماما. لكن في نفس الوقت ما هو انا برضو عايزه اقعد اتكلم يعني الولاد دول، انا من جوه قررت نفسي بقول ما هم لازم يفهموا، ما هم خلاص ما بقوش اطفال، مش دورهم مش دورهم مش دورهم هم، انا دوري بالنسبه للطفل مامته، ودور جوزي بالنسبه للطفل بابا. كونه زوج وكوني زوجه دي ادوارنا احنا، ولادنا ما لهمش دعوه بيها. هو كزوج مقصر في ايه انا ما اقدرش اقوله لولادي. انا كل اللي بعمله اني بحطم نفسيتهم وببعت له رساله مبطنه بالرفض. صح. انت مرفوض. هو مش عايزك، فما لان الولاد كمان غصبا عنهم بيشيلوا من الاب او العكس، ممكن يشيلوا من الام. بس بيشيلوا، انت عارفه لو هو بيشيلوا حصلحه ماشي. المشكله في التدمير النفسي اللي انا بعمله. صح. انا بكبر انسان فاهم ضمنيا او صورته عن نفسه انه شخص مرفوض. هتلاقي البني ادم ده اللي بتشوفيه بعد كده بقى يا بينتقم من الاخرين، يا بني ادم بيعمل كل حاجه واي حاجه عشان يتحب، يا بني ادم بيضحي بنفسه عشان يتشاف. هو عايز بيدور على الحب والقبول انه يبقى مقبول ويبقى شخص منافق في الكبر. يعني بنشوف انا والله شفتها بعناية ان هم يروحوا عند الاب انت وانت 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 احلى حاجه وانت اجمل حاجه، على الاذر سايد او على الجانب الاخر يروحوا للام ده بابا ده كذا وكذا وكذا وكذا. فبتطلعوا يا جماعه شخص اصلا غير سوي نفسيا ومنافق، مشوهه نفسيا وبيعيش عذاب طول عمره وهو ضحيه، هو ملوش دعوه بكل ده خالص. فاحنا مسؤولين عن ده. فانا مش معنى اني هنفصل عشان انا الراجل ده حياتي معاه ما تنفعش والست دي حياتي معاها ما بقتش مريحه بالنسبه لي، احنا ما نتحولناش لاعداء. احنا مضطرين نحافظ اتليست قدام ولادنا على علاقه سويه، لان هم ما لهمش ذنب في ده، لا لي ذنب في الاختيار ولا لي ذنب في المشاكل ولا لي ذنب في قرار الانفصال. هو كل اللي حصل انه اتنين اتجوزوا وانا جيت الدنيا. طب انا ماليش دعوه، انا زي ايه يا جماعه. صح. انا يعني حضرتك كنت بتقولي لي من شويه انا بشوف اطفال الام بتقول لهم بابا ما بيصرفش ماما ما بتعملش. انا بيجي لي حالات الطرفين بينتقموا من بعض في الطفل، الطفل للاسف في الطفل اللي هو انا بتحايل عليها تشوفك وهي ما بترضاش، وهي تقول له انا ببوس ايده ويعمل مش عارف ايه، يقول لي انت وولادك مش عارف. طب الطفل ذنبه ايه انه يسمع الكلام ده؟ ماله هو ماله؟ وبنشيلهم يا جماعه يعني حاجه اكبر. يعني ده احنا ككبار اما بتواجهنا حبه مشاكل شويه بنبقى تعبانين، فتخيلوا دول اطفال المفروض يعيشوا سنهم، يخرجوا ويلعبوا ويذاكروا ويتمرنوا، ما يبقوش شايلين حاجات مش حاجتهم. طيب بعد ما بيحصل الانفصال هل الطبيعي ان انا مثلا لو انا برضو مش عارفة ابلغ ولادي او هم برضو هنتكلم على الجانب اللي هو المحترم ان هم بينفصلوا باحترام وانفصلوا في هدوء تام، انا المفروض اقول لابني او بنتي طب انا لو مش عارفة هل ممكن استعين بحد متخصص طبعًا زي حضرتك طبعًا هو يوصل له الرسالة؟ طبعا طبعا أوكي. طبعا يعني في حالة ان انت مش عارفة كأب او ام، يعني لما البارنتس يبقوا مش عارفين يتعاملوا في الموقف ده
مع أطفالهم. إحنا عندنا أطباء نفسيين متخصصين بيعملوا إرشاد أسري، وعندنا كمان سايكولوجيست يعني معالجين نفسيين. هم كمان بيشتغلوا الحتة بتاعت فاميلي ثيرابي والإرشاد الأسري. أقدر أروح بيشتغلوا بقى على الأطفال والولاد بتشتغلي مع العيلة، على العيلة كلها. بتشتغلي مع العيلة أو بتشتغلي مع الأب والأم، تأهيل ليهم إزاي ممكن توصلوا المعلومات دي للأولاد بتوعكم. فلو مش عارف دور على متخصص، يعني هو ده دي نسبة حد مساعد، حد بيساعدني فيها. بدل لو انا مش طبعًا عارفه اتكلم مع ولادي طبعا فاجيب حد طبعًا تاني يساعدني. لانه خدي بالك انت لما بيحصل قرار انفصال احنا بنتكلم على ان احنا لازم نبقى متفاهمين مشاعر الطفل، صح، متفاهمين افكار الطفل، محتضنين الطفل طول الوقت، بنعزز عنده الاحساس بانك مهم عندنا، انك مقبول جدا، وان احنا بنحبك، وان اللي حصل ده براك وبعيد عنك. لازم نتقبل ونتفهم ان الهزه النفسيه العنيفه اللي حصلت للطفل دي هتعمل عنده تغيرات. وعلى فكره هي بتبقى يعني فعلا الكلمه اللي الدكتور رشا قالتها دي بجد يا جماعه، هي هزه عنيفه جدا ممكن انا ما ببقاش شايفاها، يعني ممكن الام صح، او حتى الجد او الجده مش شايفينها، بس هم داخليا لا هم عندهم اضطراب نفسي بيظهروا بقى مع مين؟ مع الصحاب. لا دول بيظهروا بقى في كل حاجة. انت هتلاقي الطفل ده تغيرات بقى على مستويات عدة، من طفل هادي لطيف لطفل عنيف جدا. وممكن في الكلام على فكرة انا برضو دي شفتها، الواحد بيقعد يتهته في الكلام. خدي بالك، ما دي بقى ايه، ما هو دي هزة تهته في الكلام، فقدان ثقة في النفس، صح، انا مرفوض، انا ما بتحبش، فانا ببقى خايف اواجه العالم الخارجي، فلما باجي اواجهه ببدأ بقى تهته من الخضة. في حد تاني بيتحول عنده الموضوع لصورة عنيفة، عنيف، طفل بيكسر ويدبدب ويضرب صحابه مع ان هو ما كانش كده. ممكن تتحول لطفل اكتئابي، طفل ما بياكلش، ما بينامش، مش ما بيتكلمش، منزوي، منعزل، رافض المشاركة. تأثر على دراسته، ممكن واحد يبقى متفوق، ممكن طفل متفوق في المدرسة يحصل له دروب، صح، عنيف. انا لازم اكون فاهمة تبعات ده علشان اكون مؤهلة اني افهم ازاي اتعامل مع ده. يعني ازاي اخد الطفل ده واقول له انا مصدقه مشاعرك، انت مشاعرك دي عندك حق فيها، طب كلمني انت حاسس بايه، انا خايف، انا اقعد اتكلم معاه، طبعا اقعد اخد وقت اتكلم واصدق واكد واقول له ان ده من حقك، واسمع افكاره واتناقش معاه وارد على اسئلته اللي هو محتاج يفهمها. لان هو في الاخر هو كتله من الحاجات دي مع بعض، وده حقه علينا، يعني ده حقه حقيقي طبعا علينا. طبعا، لانه زي ما حضرتك قلتي او احنا اتكلمنا في البدايه ان الطفل ده هو على فكره هو ما جاش قال لك اتجوزي ده، او هو جه قال لبابا اتجوز، هو حبيبي ما يعني ملوش دعوه. انا مالي، انا جيت لقيت الناس دي فانا يعني انا كل ذنبي في الحين الناس دي هما اللي موجودين. وحقيقي هرجع اقول لك تاني، 80% ويمكن اكتر من زوار عيادتي النفسيه والعيادات النفسيه عموما هما ضحايا اسر، مش لازم انفصال، بس عموما هم ضحايا اب وام واسره اكبر فيها اشخاص غير اسوياء. وزي ما حضرتك قلتي انه مع الاسف مع الالم ان دايما بيبقى الصراع بيطلع على الاولاد، بمعنى ايه، الزوج مثلا شايف ان الام مش مهتميه وكذا وكذا وكذا، فيقول لهم ايه، طب انا والله مش هصرف ولا هعمل لكم ولا هسوي لكم غير لما امكم مش عارفه تعمل ايه. صح. على الاذر سايد الام، بص ابوكم مش عارفه ايه، طب انا مش هخليكم تشوفوه. صح. انتوا الاثنين غلط، يعني الاب غلط والام كمان بيبقوا غلط، مش دي التربيه، مش دي التربيه. انا دايما اقول يا جماعه مش التربيه ان احنا ننام، يا اولاد ناموا بدري، يا اولاد ما تاكلوش الشوكليت، لا 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 دي مش تربيه خالص على فكره خالص. التربيه احنا لازم نفهم ان احنا مش بس بنربي، احنا بنبني بالمعنى اللفظي الحرفي للكلمة، احنا بنبني انسان. فالموضوع مش موضوع اعمل وما تعملش، صح، لا ابني الانسان. يعني فاهمة، مثلا انت هتلاقي من ضمن المشاكل اللي بنقابلها مثلا ان الام والاب بيفوكس قوي على فكرة بيجيب كام في المدرسة، ايوه، درجاتك عاملة ايه، الحقيقة هو مش ده المهم، لا خالص. بصي بقى للجانب النفسي، انت بتبني انسان عامل ازاي. وده بيبان بقى في الاجيال بعد كده اللي مهتمينش يعني قوي. والله يا دكتور انا بتمنى ان ده كل ام واب بيتفرجوا علينا دلوقتي منفصلين او على مشارف لا قدر الله انفصال، بجد قبل ما انفصلوا، انا مش ضد ان انتوا تنفصلوا، لكن راعوا ولادكم، راعوا ربنا في ولادكم. انا بشكر